هنيجي نعمل واحدة جديدة. فمثلا ديت ممكن نعمل حاجة شبه دي. تمام، واضحة لكم صح؟ ايه تمام. تمام، لو هتلاحظي مثلا هي معمولة، طبعا احنا عايزين يونت واحدة منهم كده. ممكن نحمل الصورة ديت. عايزين واحدة من دي كده تقريبا كده. تمام، فاللي فيها اخلي لون تاني الفي ديت. تمام، بس الأساس بتاعها الماسورة الكبيرة اللي فوق دي والماسورة الأصغر شوية تحت نوع. تمام، ونفس الكلام مكررة اهو، ونفس الكلام مكررة اهو. فيعني المسقط بتاعها من فوق وتحت هو على شكل مربع. تمام، وبيجي ما بين المربع ومربع ممكن ايه نيجي نرسم هنا كده. تمام، يعني تحت مربع كده فوق مربع زيه. طبعا ايه، دي ماسورة كبيرة ودي ماسورة كبيرة، دي أصغر شوية ودي أصغر شوية زي ما هي واضحة عندنا. في في رابطة ما بينهم، فدي مثلا جاية من النص اهوت رايحة كده، برضو نفس الكلام الناحية التانية. وفي ما بين المثلثين مربوطة بعصاية من فوق صغيرة، ومن تحت برضو مربوطة من هنا عصاية صغيرة وهنا عصاية صغيرة. فده الشكل بتاع الفاميلي الواحدة. فنيجي هنا عايزين نعمل المربع اللي فوق والمربع اللي تحت، فنيجي نختار ده وريفرنس بوينت. وانا حسيت المثلثين يعني مايلين والبيس بتاع المثلث يعني لامسين بعض، فاهمني؟ ما انا مش عارفه لابسين صح. بعض، مربع من تحت ومثلث طالع لازق في اللي فوق اهو. يعني مثلا لو جينا ادي ده مثلث اهو. تمام، جاي دي العصاية اللي تحت، يعني دي مثلا هنقول عليها ان هي دي. تمام، ودي العصاية الكبيرة اللي فوق اللي هي دي. تمام، ودي نقطة من مثلث وطالع على الميد بوينت اهو، ونقطة من مثلث وطالع على الميد بوينت اهو اللي هو مثلث بتاعنا ده. تمام، بعد كده من النقطة دي رايحة للنقطة التانية بعصاية صغيرة، والنقطة دي رايحة للنقطة التانية بعصاية صغيرة، ونفس الكلام من النقطة دي رايحة النقطة دي بعصاية صغيرة. تمام، فهو مربع من تحت ومربع من فوق، بس جنب طويل وجنب جنب عريض، قصدي جنب عريض جنب عريض وجنب عريض، وما بينهم الربط بحاجات صغيرة. دي طبعا لفريم سبيس فريم. ماشي، هنيجي دلوقتي نعمل الريفرنس بوينت بتاعتنا، نعمل مربعين. بالشكل ده هنيجي نعمل فلتر، نختار الريفرنس بوينت بس، ونديهم اوفست متر برضو، ونرسم ريفرنس لاين، ونفتح سي سناب، نختار سكتش على الفيس.
بالشكل ده، تمام. ونيجي دلوقتي نعمل مثلث من هنا مثلا كده، هو كده لامس في النقطة اللي تحت فلا، مثلث هنا كده، مثلث هنا بالشكل ده، وفي واحد ما بينهم هنا كده. نتأكد من موضوع إن احنا نحرك النقط، تمام، دي ماسكة فيه فمظبوطة، مظبوطين. دلوقتي عندنا ده وده 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 المواسير الكبيرة بتاعتنا، فاحنا ممكن دلوقتي ناخدهم اصلا ايزوليت بالشكل ده بحيث نساعد على نفسنا، ونحط بوينت في اي حتة عادي، تمام، ونيجي نرسم دايرة مثلا 20، ممكن 20 تكون كبيرة فخليها مثلا 10 أو 15، معلش، يبقى دي 15. اللي فوق طبعا هي أكبر من اللي تحت، فاللي تحت دي مثلا أخليها إيه 12 ونص مثلا، تمام. نيجي برضو على هنا 15، وهنا 12 ونص. create for create for create for في برضه حركة كده عايز أعلمها لكم بالمرة، تمام. ده مثلا ممكن نكبره شوية يعمل لنا الشكل ده، تمام. ده لو خط واحد مش اكتر من خط، معمول له سيكشن، بناخد السيكشن ده ونكبر النقطة بتاعته ديت، ماشي، فيعمل لنا كأنه مضلع كده، شايفين شبه ايه، شبه اللي هو بتاع البولينج ده شوية، ماشي. طبعا بيدي شكل ايه يعني افضل كمان، بالذات لو في موضوع اللي هو السبيس تراس، الكوره اللي رابطه، يعني لو هنا في كوره مثلا ودي جايه كذا ايه عصايه فيها يعني، تمام. اللي هو مثلا لو جينا طبعا لو عايزين نعمل كوره فبنيجي عند نقطه مثلا شبه دي، ممكن نختار الشكل ده نخفيه مؤقتا بس، ده فيه مش هقدر اخفيه. طيب خلينا ايه، تمام، ارسم مثلا كده دايره، والدايره دي اختار اعمل كريت فور، هيجيب لي ان هو يعمل له اكسترود او يعمل له سفير بالشكل ده، تمام. فدي هتبقى افضل لو عملنا الشكل المجسم ده كده مع السفير، هيبقى افضل يعني، بيبقى واقعي اكتر يعني، لان فعلا اصلا موضوع الكور والستادز وكده بيبقى مجسم كده يعني، تمام. فانا بس يعني حبيت ان انا اعلمكم الحوار ده يعني،
هاجي بعد كده عند المثلث نفسه، طبعا هيبقى طويلة قوي. ممكن اخد النقط دي ازودها عن متر شوية بحيث ان الموضوع يبقى ايه، يبقى مدينا براحة شوية. تمام، هعملها مثلا 5 سنتي، مش عارف ايه بالظبط. طب بالشكل ده، وهنا برضه نفس الفكرة. برضه هنا وهنا. تمام، لحد هنا عندكم أي مشكلة؟ بعد كده ممكن نيجي نعمل ايه، نيو بروجكت مثلا، هاجي هنا مثلا احط بس جريد بالشكل ده، وافتح ماسنج، اظبط بس اليونتس ان هي تبقى بالمتر، وافتح ماسنج واختار الجريد اللي انا رسمته. ماشي، ده وارسم عليه شكل مثلا ايه، عامل كده مثلا. تمام، ده طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على فريم تراس، فانا مش هضطر ارسم كذا سيكشن، لا هو واحد بس تقريبا مش عارف هيديني. تمام، حلو، هو عمل لي اكسترود اهو للخط. تمام، بقى خطين، عايز بس اصغره. يعني يبقى عرض مثلا ايه للكاميرا مثلا بالشكل ده كده مثلا، واجي هنا ده اعمل له divided وادي له باترن مربع ريكتانجل. تمام، مستطيل، واخلي عرضه خانة واحدة. تمام، عرضه كده خانة واحدة، طوله عادي ممكن مثلا 20 واحدة ولا حاجة. ليه عرضه خانة واحدة؟ عرضه خانة عشان خاطر موضوع الكاميرا نفسها ديت. تمام، او الفريم نفسه، اليونت الواحده بتاعت الفريم نفسه هي يونت واحده اللي انا عايزها. تمام، اليونت دي تكمل بالشكل الطولي. جميل،
فممكن بس ايه نصغرها كمان شوية بالشكل ده مثلا. واجي دلوقتي على الفاميلي بتاعتي اعمل لها لود انتو بروجكت، واجي عندي في البروجكت هنا اختار ديت احولها للفاميلي بتاعتي. بالشكل ده تمام. طبعا احنا كنا عاملين الماسوره ايه مجعلصه كده، فهي برضه طلعت بنفس الفكره، حاجه كيوت كده يعني. طبعا ممكن نصغرها نرجعها زي ما كانت عادي. اجي هنا 15 لا ده 12 ونص. وهنا برضو تمام. بعد كده طبعا ما انساش ان انا اشيله بس من عندي الاول حاجة. جميل. وممكن كمان يعني احاول اكبره شوية معايا. طبعا لو ميلتها عادي يعني، لو خليت طرف غير الطرف التاني عادي مش هتروح معايا عادي يعني. مثلا حاجة شبه كده مثلا، هي نفسها هتبقى متحركة يمين وشمال هتيجي عادي معاها. بس الأول أعمل إيه؟ overwrite وأجي أحطها بالشكل ده. تمام. اقدر كمان ان انا دلوقتي اخدها مثلا كوبي، طبعا بس اقفلكم 60 تمام بالشكل ده كده كل 10 متر مثلا. اختارها